للمزيد حول اداء الاسواق العالميه ينضم الي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في ايكويتي جروب. اهلا وسهلا بك سيد رائد. دعنا نبدا بتصريح امين عام اوبك، اعتقد هو كان الابرز في تداولات اليوم عندما قال ان المنظمه ستعقد اجتماع مع الولايات المتحده بشان التوصل لاتفاق او اشراكها على الاقل في هذا الاتفاق، وهو كان واحد من العوامل الاساسيه التي تلعب او تتحكم بالاسعار. اهميه عقد هذا الاجتماع برايك؟ ضروري جدا هذا الاجتماع حتى يكون جميع الاطراف المنتجه على نفس الدفه بما يتعلق بتحقيق استقرار وتوازن السوق النفطيه، خصوصا مع يعني توافر جهود اضافيه من الولايات المتحده الامريكيه. وبلا شك عندما نقول الاجتماع ما بين اوبك وما بين الولايات المتحده الامريكيه، اي ما بين منتجي النفط التقليدي وما بين الصخري الذي يشكل نوعا ما عائق لعمليه إعادة التوازن للسوق النفطي وانتعاش أسعار النفط مجددا في الوقت الذي تزداد فيه منصات الحفر مع كل ارتفاع لأسعار النفط، دون أن يكون هناك التزام بأي اتفاق لتخفيض إنتاج أو لتحقيق توازن نوعا ما في السوق النفطية يحقق الربحية لكل الأطراف. طب رأي شو شكل ممكن هذا الاتفاق يكون، وهل يعني في حال نجاح مثل هذا الاتفاق هل رح نشهد ربما تعافي سريع للأسعار إذا صح؟ الفكرة الأهم من ذلك هو أوبك كانت تم التصريح أكثر من مرة سابقا، هناك اعتراف ضمني بتأثير النفط الصخري في السبلاينج ماركت أو يعني سوق المزودية النفط، فبالتالي تحقيق أي تعاون بما يتعلق بضبط الإنتاج أو الاتفاق على مستويات الإنتاج من شأنه أن يدعم السوق النفطية بشكل كبير وتحقيق فائض إضافي يعني لكل الأطراف، بالتالي هذا نوع من الاعتراف بوجودهم كطرف من المزودين للنفط في السوق العالمي. نعم. طيب نذهب إلى السوق الأوروبية، كان هناك حذر واضح في هذه السوق بسبب الأزمة السياسية في إسبانيا. ما هي أسوأ السيناريوهات المتوقعة؟ إجمالا الأسوأ تم يعني تعديه نوعا ما، نرى ذلك في الأسواق الأوروبية التي افتتحت ببعض الارتفاعات اليوم، الأسواق الأسهم كذلك، اليورو الذي عاد نوعا ما إلى الارتفاع. أعتقد الموضوع يعني مبالغ بعض الشيء في تقييم الضرر اللي ممكن يكون على المنطقة الأوروبية. حقيقة يعني مرت المنطقة الأوروبية بالبريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن نتحدث عن مخاطر سياسية تؤجج هذه الرغبة الانفصالية داخل الاتحاد الأوروبي، وهي مخاطر سياسية على المستوى السطحي. فأكبر متأثر هو إسبانيا بخروج كتالونيا لتشكل 20% من الناتج المحلي الإسباني. ممكن أن يؤثر ذلك على الأداء الإسباني، ولكن الكونتريبيوشن أو الإسهام الإسباني في منطقة اليورو محدود بعض الشيء، بالتالي قد لا يؤثر بشكل كبير. بالتالي التراجعات أو الضغط الذي كان على اليورو في الفترة الماضية تم تداركه اليوم. طيب على صعيد آخر أوروبي، طبعا كان هناك حديث من أحد أعضاء المركز الأوروبي بأنه يتعين خفض برنامج شراء السندات بداية 2018، ما هي نظرتكم لهذه المسألة؟ طبعا هذا المحفز الأبرز والأكبر لليورو بالارتفاع هو بدء تقليص هذا البرنامج العملاق الضخم اللي بأكثر من 2 تريليون يورو، تم التلميح عليها أكثر من مرة، تم الحديث من قبل ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي في أكثر من اجتماع أنه في الاجتماعات القليلة القادمة سوف يكون هناك إعلان عن تفاصيل كيفية تقليص هذا البرنامج، وذلك حتى يبقى التضخم تحت السيطرة نوعا ما، وحتى يعني يكون هناك أدوات أفضل لدى المركزي الأوروبي. أعتقد الموعد هو شهر نوفمبر أن يكون هناك إعلان تفاصيل. طيب الذهب عند أعلى مستوياته في أسبوع، تقييمك يعني هذه الارتدادة أو تعويض الخسائر إذا صح التعبير أيضا؟ كان نوعا من تعويض الخسائر، عودة إلى الارتفاعات إلى مستويات 1290 دولار للأونصة، باستفادة من تراجع في الدولار الأمريكي رأيناه اليوم على وجه التحديد بعد الارتفاع الحاد الذي شهدناه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. المستويات
المستويات لا تزال منطقية بعض الشيء، لكن لا نبالغ برياكشن بالاتجاه الصاعد انه الذهب ممكن يصعد بشكل اكبر فوق ال 1300 دولار للأونصة. رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك.